السلام عليكم شباب، الله يعطيكم العافية. معكم أسامة غزال. اليوم بدنا نتحدث عن الكستمايزيشن للدي بي جريد بشكل متخصص أكثر. كيف نقدر نلون الجريدز، الباك جراوند والفور جراوند اللي هي التكست كلر، كيف بدنا نرسم صور في قلب الجريد، كيف بدنا نتحكم بالفوكس انه يتغير لون الفوكس تبع الكيرسر للسيلكتد سيل، كيف بدنا نتحكم انه نخلي الالاينمنت الجاستيفاي سنتر زي هذا الكولوم ولا ليفت زي هذا الكولوم او هذا الكولوم زي هيك سنتر، كيف بدنا نتحكم بكل الدي بي جريد بكل تفاصيلها، كيف بدنا نتحكم بالرو هايت. لاحظوا الرو هايت ما فيش في الدي بي جريد رو هايت، فاحنا كده نتحكم بالرو هايت وبالرو تبع التايتل الهايت. وخلينا نبدأ. اوكي، هلا بدنا نضيف داتا كنترولز الدي بي جريد، وبدنا نضيف كمان داتا سورس وكلاينت داتا سيت. اوكي، هاي الدي بي جريد بدنا نسوي لها كلاينت، وبالنسبة للدي بي جريد هاي برضو نربطها بالداتا سورس، والداتا سورس هاي نربطها بالكلاينت داتا سيت، والكلاينت داتا سيت هذه في عنا هون بالفايل نيم. بنروح على لاحظوا هذا الباث اللي هو سي يوزرز بابليك دوكيومنتس امباركاديرو ستوديو. هو ممكن يكون عندك 19 18 17، هو الاصدار تبع الدلفي تبعك. احنا اصدارنا طوكيو اللي هو 10.2 فبعطينا 19، بعدين سامبلز، بعدين داتا. بدنا نختار البايو لايف وبنعطيه اوبن. اوكي، بعدين دبل كليك عليه ورايت كليك وأول اد اول فيلدز. هلا ضفنا كل الفيلدز في قلب هذا الكلاينت داتا سيت. هلا هون هذا او سوري الكلاينت داتا سيت نيجي نحكي له مثلا اوبن هون اكتف، هاي فتح لنا اياه. هلا دبل كليك على الجريد نفسها، رايت كليك اد اول فيلدز. خلينا نشيل الفيلدز اللي ملهاش لازمه، نخفف شويه. اوكي، نيجي نشغل البرنامج. هلا نتطلع، هلا هون عندنا طلع الجريد العادية اللي احنا بنعرفها بكل بياناتها. اوكي، هلا لاحظوا يعني كل شيء ستاندرد، كل شيء زي بعضه. الجرافيكس ما طلعت عندنا الصور، الباك جراوند زي ما هي، التكست زي ما هي. هلا احنا بنقدر نتحكم فيها ونقول له التكست كلر كذا والباك جراوند كلر كذا، بس احنا بدنا نتحكم فيها اكثر بطريقه افضل من هيك على طريق الجرافيكس نفسها. فاول شيء بدنا نيجي نرسم الجرافيكس او الايمجز جوا فيلد الجرافيكس هذا. اوكي، خلينا نكبره هذا الجرافيكس شويه، نعطيه الويث 150 مثلا، ونيجي نسوي كالتالي. بنروح على الجريد نفسها، نكبس عليها ونروح على الايفنتس، وبنريح ونروح على الاون درو كولوم سيل ودبل كليك هون. اوكي، هلا بدنا نعرف مجموعه فاريبلز، هاي بار نعطيه بيكتشر نوعه تي بيكتشر. اوكي، وبعدين بنعطيه ماي ريكت نوعها تي ريكت، وبنعطيه البيك ويدث نوعها انتجر اللي هي البيكتشر ويدث. اوكي، الان شو بنعمل هون؟ بنيجي بنعرف له ماي ريكت بتساوي الريكت، وبنحكي له الماي ريكت دوت هايت شو بتساوي؟ الريكت دوت هايت، وبنضربها باثنين عشان تطلع شوي اوسع كبيرة. بعدين بنحكي له اف، نفتح قوس نسكر قوس، جواتها بنحكي له اف كولوم دوت فيلد ايكوال كلاينت داتا سيت
1 جرافيك. إذا كان اسم الفيلد هذا جرافيك، شو بدنا نعمل له؟ بدنا نعطيه كالتالي، بدنا نيجي نحكي له بيكتشر، بيكتشر بتساوي تي بيكتشر دوت كرييت، بعدين نعطيه تراي. عندنا هون هلا بدنا نيجي نعرف له، نحط البيكتشر اللي هو الجرافيكس هذا، بدنا نحطها نخزنها بقلب البيكتشر هذه. فبنيجي بنحكي له هون بالتراي بيكتشر دوت اساين، من وين؟ من الكلاينت داتا سيت 1 جرافيك. اوكي، هيك عبينا في قلبها. هلا البيك بيكتشر ويد بدها تساوي الريكت دوت ويد، بدنا ناخذ نفس الويد. اوكي، هلا البيك الماي ريكت دوت رايت بتساوي الريكت دوت ليفت زائد البيكتشر ويدث. بعدين بنحكي له الماي ريكت دوت هايت بتساوي الريكت دوت هايت. هلا هيك اخذنا ابعاد الريكت كلها او البيكتشر كلها. اوكي، هلا بنيجي بنحكي له دي بي جريد 1 دوت كانفاس دوت ستريتش درو. اوكي، على الماي ريكت انه افرد لي الصوره كلها كامله، فاصله الجرافيك اللي هي البيكتشر دوت جرافيك الصورة تبعتها. اوكي، هيك بنرسم الصورة في قلب الجريد. اخر شيء بنحكي له البيكتشر دوت فري. اوكي، هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نسوي ريست للاوتبوت ونترك الريكتانجل نفس المربع ونخليه سبيس عشان الجرافيك. بنيجي بنحكي له ماي ريكت يساوي تي ريكت، كأنه بنصفر الماي ريكت كمان مرة، يساوي ريكت. وبنحكي له الماي ريكت دوت ليفت بتساوي الماي ريكت دوت ليفت زائد البيك ويد تبعتها. اوكي، هلا بنعطيه الدي بي جريد دوت ديفولت دروينج داتا سيل، نعطي الماي ريكت فاصله الكولوم دوت فيلد فاصلة الستيت. اوكي، هيك بنكون خلصنا رسم الصورة جوا الجريد. خلينا نشوف نشغل F9. ممتاز، هاي رسم لنا كل الصور اذا بتلاحظوا. هلا حتى ما تطلع معنا في الدبل كليك هيك كلمة جرافيكس، هلا بنشيل الايديتنج تبعها. اوكي، هلا لاحظوا الصور طلعت رفيعة كتير و يعني مش متناسقة، مش مبينة، مش واضحة. فهلا بدنا نلاقينا طريقة انه نكبر المسافة تبعت الرو هايت نكبرها. اوكي، طيب، فاذا بنرجع هون على نفس الجريد هذا، بنروح على الاوبشنز تبعته، نسكر هاي،
الاوبشنز الايديتنج بنشيلها فوق، بنسويها فولس الايديتنج. اوكي هلا في عندنا كمان هاي ران، هاي لو سويت دبل كليك مش راح تطلع لي كلمة جرافيكس، خلص الايديتنج راح منها. اوكي خلينا هلا نشوف كيف بدنا نكبر الرو هايت. لو اجينا هلا رحنا على ال اون فورم شو وحكينا له الدي بي جريد دوت ديفولت رو هايت، ما في ليش؟ لانه ما بتتعدل بنفس الدي بي جريد، فاحنا بدنا نتحايل عليها، يعني حتى ما في هون نيجي نقول له رو هايت، ما في الدي بي جريد هاي الاوبشن، فاحنا بدنا نروح نتحايل عليها. وين بدنا نروح؟ بدنا نيجي نروح فوق على التايب هون، بدنا نحكي له تايب تي ماي جريد، سوري تي ماي دي بي جريد خلينا نسميها، بتساوي كلاس من التي دي بي جريد نفسها، بننسخ عنها كأنه انهيرتنس، يعني بننسخ عنها كوبي، بسوي كلاس جديد منها. وبننزل تحت في الاون شو للفورم كله، نتحايل عليها، نحكي له تي ماي دي بي جريد لا الدي بي جريد دوت ديفولت. لاحظ طلع لنا هون اكثر من ديفولت، مش زي اول طلع لنا اول مره اربعه بس، فهلا هون اعطانا ديفولت رو هايت، خلينا نحكي له بتساوي مثلا 100. اوكي وبدنا ننسخ كمان عشان الهيدر، بس هون ما بنقول له ديفولت رو هايت، بنقول له رو رو هايتس للرو زيرو اللي هو التايتل اعمل لنا اياه 50 ارتفاعه، لانه 100 كثير. ونيجي هلا نسوي رن، لاحظوا صار ارتفاع السل كبير 100، وصار ارتفاع الهيدر 50، ولاحظوا الصور بينت صارت كبيرة صارت اجمل هيك. هلا هيك خربت لانه احنا سوينا كولوم ريسايز، فهي لازم نسوي لها كمان بالريسايزنج. اوكي فهلا الصور هيك كبرت والخانات كبرت، طب صار عندنا معضله ثانيه، انه الخانات صارت الكتابه صارت في الزاويه فوق على الشمال، احنا بدنا نواسطها في النص فيرتيكالي. اوكي طيب شو بدنا نعمل هلا؟ خلينا نسوي كالتالي، نرجع للاندرو هون. اوكي خلينا نعرف له مجموعة متغيرات، نيجي نعطيه تكست هايت اتش والتكست تي توب، نوعهم انتجر. يعني شباب احنا بنقدر نعمل كل الكودينج مع بعض، بس انا عمالي بحاول اسوي كود كود حتى يبين معكم كل كود بيختص في ايش. اوكي طيب هلا احنا حكينا له هون انه اذا كان الكولوم دوت فيلد بيساوي الجرافيك اذا ارسم لنا الرسمه، اذروايز شو بدنا نسوي؟ نسوي له ايلس اذا كان مش رسمه، اذا كان تكست كتابه. تمام فهلا اذا كان كتابه شو بده يعمل؟ بدنا نقعد هلا نرسم فيها. بنيجي بنحكي له هون هلا بالنسبة للهايت، بدنا نيجي نحكي له تكست، او قبل كل شيء بنقول له with بدل ما نقعد نتغلب with db grid dot dot canvas do، لانه احنا كل جمله لازم نحط له دي بي جريد 1 دوت كانفاس دوت كذا دوت كذا دوت كذا، فلا هيك بنختصرهم كلهم، بنختصر كتابه كثيره. هلا هون نيجي بنحكي له التكست
هايت بتساوي التكست هايت ل الكولوم دوت فيلد دوت فاليو. طيب بالنسبة للكولوم دوت فيلد دوت فاليو، هلا بدنا بس اعطيكم ملاحظة عليها. اوكي، بعدين بنحكي له ديف 2. هلا الكولوم هذا دوت فيلد دوت فاليو، هذا الكولوم اللي هو هون هذا المعرف، هذا هو العمود لكل عمود، لكل دي بجريد، لكل الجريد، يعني هذا عمود هذا عمود هذا عمود، يعني كل واحد فيهم كل فيلد عمود، فهون بيتعامل مع العمود، فاحنا بناخذ العمود اسم الفيلد تبعه. اوكي، نفس الشيء هون العمود اسم الفيلد تبعه والفاليو تبعت هذا الفيلد. اوكي، طيب حتى نواصل هلا التكست هايت، بنيجي بنحكي له هون التكست توب بيساوي نفتح قوس قوسين، نيجي بنحكي له ريكت دوت بوتوم، تمام، ناقص الريكت دوت توب. نفس الشيء حكينا بالنسبة للريكت، الريكت اللي هي هيها هذه اللي موجودة في نفس الكونستراكتر تبعت البروسيجر نفسه. فإذا هون نقصنا منها الريكت دوت توب وبنقسمها على 2 وبنضيف عليها الريكت دوت توب وبنقص منها التكست هايت، تمام. بعدين بنيجي بنحكي له هلا هذه ويز كانفاس، بعدين بنيجي بنحكي له تكست اوت لا الاكس، الاكس بنحكي له اللي هي ريكت دوت ليفت فاصله التكست توب فاصله الكولوم دوت فيلد دوت فاليو. اوكي، هيك رسمنا احنا التكست. نيجي نسوي ران، بنلاحظ كيف صارت الدوبلت. ليش هلا بنحكي لكم ليش؟ هلا زي ما حكيت لكم انا بقدر احكي لكم الخطوات كلها من البدايه، بس احنا بدنا نشوف ايش التاثير اللي بيصير اذا ما سوينا خطوه معينه. هلا هو وسط لنا هيو، بس كرر لنا اياه، يعني كان عندنا في فوق واحده وكرر لنا اياه في النص كمان مره، لانه في عندنا ديفولت دروينج ما سوينا لهش فولس. فهون احنا بدنا نروح على البروبابيلتيز بتاعت الجريد، وفي عندنا الديفولت دروينج هاي لازم نسوي لها فولس عشان خلص ما يشتغل كديفولت، نتحكم احنا بالرسمه. لاحظوا هلا هاي طلع لنا اياه كله مواسط فيرتيكالي، ولكن لاحظوا الالوان ما في الوان فعليا، اسود وابيض، لازم نتحكم هلا باللون. اوكي، طيب كيف بدنا نتحكم في اللون؟ بدنا نيجي نحكي له هلا كالتالي، اللهم صل على محمد، بدنا نحكي له البراش دوت كلر، بدنا نعطيها سي ال جرين، وبدنا نعطيه الفونت دوت كلر نعطيه سي ال يلو، سوينا الفونت يلو والباك جراوند جرين. بعدين نيجي بنحكي له فل ريكت للريكت، انه عبي لنا اياها الريكت هذه بهذا الالوان وبهذه الكلمه. اوكي، نيجي نسوي ران، ممتاز، هاي طلع عندنا كل شيء مواسط في النص كارتفاع كفيرتيكالي. اوكي،
وعندنا الباك جراوند خضراء، والفور جراوند اللي هي الكتابة صفراء. بس لاحظوا انا هاي واقف على هذا المؤشر، مش عم بيضلل لي انا على وين واقف، بس حاطط لي السهم هذا على الشمال. فلازم اذا نعرف الفوكس، وبنفس الوقت الكتابة حاطط لنا اياها فوق العمود، فاحنا لازم نعمل مارجن، لازم نعمل مارجن. فاحنا هون بنضيف له تكست مارجن. خلينا نغير التكست اتش هذه عشان تكون اوضح لكم شباب. نسوي لها ريفاكتور ونسميه هايت هيك عشان نفرقها عن تكست هايت تبعت الدلفي. اوكي، والتكست توب تي بي خلينا نسميها ريفاكتور تكست تي بي. وهاي المارجن تكست مارجن زي هيك بدنا نسميها. اوكي، وخلينا نيجي نحكي له هون التكست مارجن بتساوي مثلا 2. فاذا هون الليفت وين راحت؟ التكست اوت تكست ليفت، هيا لا سوري، بالتكست احنا بدنا هون الليفت دائما زائد تكست مارجن. حطينا له احنا المارجن بتساوي 2 هيها، وهي رن ممتاز، هي اعطانا المارجن 2، ما طلعت الكتابة فوق الخط. اوكي، اعطانا 2 المارجن. طيب هلا بدنا نيجي نعمل الفوكس، انه انا لما اجي اكبس على سيل من هذولي او على سطر او على اي شيء يتغير اللون. خلينا نشوف كيف. هلا هون في الكانفاس هون بدنا نيجي نحكي له اف جي دي جريد سيلكتد. هذول الكلمات محجوزة موجودة، في عندك السيلكتد والفوكس والفيكست والرو سيلكتد وال 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 بدك اياه. هلا بنحكي له اف سيلكتد ان ستيت، انه الحالة تبعتها سيلكتد، then begin end، ونعطيه else begin end. اوكي، طيب في حال اذا كانت هذولي بدنا ننسخهم نحطهم هون، وبدنا ننسخهم ونحطهم هون، وبدنا ندخلهم هيك لجوا، كنترول شيفت اي بنسوي لهم انتنت هيك زي هيك اندنت، وكنترول شيفت يو بنرجعهم بالعكس. اوكي، نفس الطريقة هون، هاي بنضل التنتين كنترول شيفت اي بنزيحها يمين شمال. وعشان تكونوا بالصورة اذا بدكم تعرفوا الانتنت تبعتها كم قديش كم خانة تبعد، في عندك بالتولز في الاوبشنز بياخذ وقت شوية. اوكي، في عنا في ال منزل تحت هيها indentation، في عندك continuation ال indent تنين. تقدر تتحكم انت فيها زي ما بدك، عندك هاي هون في السورس اوبشن، هيها اسف هيها بالاديتر اوبشنز في السورس اوبشنز البلوك اندنت بتحطها كم وحده كم خانه، هي بتكون كديفولت 8، فانا حطيتها 8، وفي التاب ستوب برضه بنحطها 1. اوكي، وهي اوكي. طيب اذا كان احنا سيلكتد شو بدنا نخلي اللون؟ بدنا نخلي اللون بلو، وبدنا نخلي الفونت وايت. وفي حال كانت مش سيلكتد بدنا نخليها جرين
ونخلي يلو، اوكي. ونيجي هلا ننفذ، بسم الله، ممتاز. لاحظوا هاي اي خانة انا سويتها سيلكت صار لونها ازرق والكتابة ابيض، واللي مش سيلكتد صارت اخضر والكتابة اصفر. حتى اذا احنا بدنا نيجي نعمل رو سيلكت كامل، هون بنحط 12 على نفس الديبي جريد، بنعطيه الاوبشنز في الرو سيلكت ترو ونسوي رن. لاحظوا السطر كاملا صار لونه ازرق. اذا هاي طريقة التحكم في الفوكس تبع الهايلايت تبع الفوكس سيلز او فوكس روز. اوكي، هلا بضل في عندنا شغله انه كيف نواسط الكتابه هذه جوات العمود. يعني انا عندي مثلا ارقام، هذا الرقم وعندنا هذا الرقم، هذول الاعمده بدنا نواسطهم بالنص. اوكي، اما الباقي خليه على اللفت. هلا احنا بامكاننا زي ما حكينا نسويهم بالالاينمنت تبع الكولوم، بس مش بالوقتها، مش بالرسم، مش بالدروينج سيلز. اوكي، هلا خلينا نشوف كيف بدنا نواسطهم في النص. نرجع كمان مرة للكود، نسكر هاي، ماشي. هلا بدنا نيجي نعرف كمان هون، بدنا نيجي نعطيه تكست width، وبدنا نعطيه تكست left، وبدنا نيجي نعطيه تكست left margin. اوكي، الان هون بدنا نيجي نعطيه هون التكست left margin بيساوي احنا اسف، هون التكست left margin هي نفسها، هي نفسها، هي نفسها، ما تغيرت. اذا هذا ما بدنا اياه، خلص احنا حاطين تكست مارجن اوريدي، ما بلزمنا. اوكي، طيب هلا نيجي هون بنحكي له كالتالي. هون قبل التكست اوت، هلا احنا اخذنا الهايت تبع الكل تكست واخذنا التوب تبعتها، هلا بدنا نيجي نتحكم بالليفت او بالجستيفاي اللي هو سنتر ولا رايت ولا ليفت. بنجي بنحكي له كيس الداتا كولوم، داتا كولوم اوف. شو هي الداتا كولوم؟ الداتا كولوم هيها، هذه اللي هي رقم العمود تبع الجريد. هلا احنا عمود الجريد عندنا اول واحد هذا زيرو، السبايس سبايسز نمبر زيرو، بعدين عندنا 1 2 3 4. فاحنا عندنا بدنا الزيرو والفور يكونوا سنترد، غير هيك يكونوا ليفت. فعندنا هون بدنا نيجي نحكي له في حال اذا كان زيرو او اربعة begin end. اوكي، else begin end. اوكي، طيب هون شو بدنا نعمل؟ بدنا نيجي نحكي له التكست width. شفتوا احنا ليش شباب ميزنا كلمة تكست width، ما حطيناها width كاملة؟ لأنه في كلام، في functions محجوزة بتدل فيه اسمها تكست width، عشان هيك احنا غيرنا فيها. التكست width بتساوي التكست width ل الكولوم دوت فيلد دوت فاليو. جود، طيب كمان بدنا نقسمه على اثنين. هاي اخذنا التكست ويدث فعليا، والتكست ليفت احنا شو سميناها؟ تكست ال تكست هون ناسيين التي. اوكي، التكست ليفت
بدها تساوي، نفتح قوس كمان قوس ريكت دوت رايت ناقص ريكت دوت ليفت، بعدين بننقسمه ديف 2 ونسكر هذا القوس. بعدين نحكي له زائد ريكت دوت ليفت، وبدنا ننقص منه التكست ويدث. هيك احنا اخذنا الليفت تبعت التكست. اذروايز بدنا نيجي نحكي له التكست ليفت بتساوي الريكت دوت ليفت زائد التكست مارجن، تمام. وهون وقتها التكست اوت نيجي نحكي له تكست ليفت. اذا هيك احنا عيننا الكولومز اذا كانت صفر او اربعة سنتر لي اياهم بالنص، غير هيك خلي الجاستيفايد ليفت. خلينا نسوي رن. اعطانا ايرور ليش؟ ايش هذا؟ لا هذه ناقص هون. اوكي وهون رن. ممتاز. هيو سنتر هذه الارقام، هذا الفيلد في النص، وهون سنتر هون في النص، وهون ليفت جاستيفاي زي انتم ملاحظين، وبرضه اعطاهم المارجن. وبنقدر احنا نزيد المارجن زي ما احنا بدنا. لاحظوا هاي حتى لما كان 400 سنتر الارقام كلها تسنترت، تمام. لو بدنا نزيد المارجن هاي هون بنقدر نزيده، لو قلنا المارجن هون 5 ونجي نسوي له رن، لاحظوا برضه زاح اكثر على اليمين، صار المارجن 5. اعتقد شباب اليوم هيك غطينا يعني جزء كبير من الكستمايزيشن للدي بي جريد. عرفنا كيف نتحكم فيها بطريقه كويسه، كيف نرسم الصور في قلبها، وممكن احنا نفس الشيء نكبر هذه الصور، نسوي الجرافيكس جرافيك ويث اكبر من هيك. ان شاء الله تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو، ويا ريت اذا عجبكم الفيديو ما تنسونا من اللايك ومن الشير، وتنسوش تسوي سبسكرايب اذا مش مسوين. الله يعطيكم العافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.